اسمه قال يد الفار بس تشوف كله تحت اسمه قال فار اللي كان رشدان اه رشدان اه مش رشدان ده البوس يا ابني اللي هو الوحش بتاعهم اللي هو معلم رشدان ولا رشدان اسم الفار اصلا مش عارف امال اسم الشرير كان ايه شريدر ايوه اه يا لهوي المسلسل اللي يجي 200 حلقه شايف دايما تلاقي جثه كتله جنبها حاجه حلوه او سترينج كوين السترينج كوين دي هتجيب بيها سلاح انت لو ركزت في كلام البت اللي انت رحت عملت سكيب 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 هتقول لك في ابوها راح في مكان وما رجعش ده ابوها بقى اللي انت خدت اه اللي خد منه السترينج كوين نرجع نقول لها ان ابوها خلاص بلح بلح ودي الكوين بتاع ابوك يا اه يعني لو اديتها الكوين دي هتديني سلاح ياب اوه بيستول حلو كده والاسلحة الزيادة هو في هنا اسلحة كتيرة قوي ولا عشان موضوع الانفنتوري وكده ده الانفنتوري انليميتد عادي الله يسهلك يا عم بالميلي امال لو دخلت تضربهم بالميلي عادي امال لو دخلت سكريبر كنت عملت ايه بالميلي اي 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 ايه ده بيفرقع ولا ايه ريفايف انت منك بتكح لي كده انت الصوت اللي اخترته ده انا ما اخترتش حاجه انا عملت راندوم وخلاص هو انا اختار بيتك ما اختار شكل الكاركتر بس كده كده لما هلبس خوذة وهلبس ارمور مش هيبقى ليها اي 30 لازمه انفكتد اه دي عامل لها حاجه اوكي لا التونيك تونيك اللي هي الاوبسيديان تونيك ايوان اشرب التونيك يابا بق 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 او 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 انا هحدد بشراود احي او او انا بجري وخلاص انا بجري وخلاص انا بجري وخلاص يويك يويك دوتش دوتش اوكي هنحارب شراود ايه كريستال تانية ايوه ده بقى مش هيجيلك الكريستال مش هتجيلك غير لما تكون ماكس ليفل زي كده اها عشان كده دخلت انت معاك يب عشان محتاج منها كتير قوي انت تحوش منها من دلوقتي بص عايز تشوف شكل البص ولا امال احنا مش هنموت بتاع بقوته كامله تنزل بص احنا ممكن نجيبه لو ضربناه هيجيلك هو ده البص صح؟ ده التومب بتاعه اوكي يعني لو نضربه هي بوست كده بيقوي بيبقى قوي في الاخر يعني واحنا بنحاربه اوكي نعمل ايه دلوقتي بقى عايز تشوفه ولا لا اشوفه راين اسمه شلو تعال شوفه جوه شوفه جوه احسن نخليه قوته كده عشان ناخد منه حاجه ماتريال اكتر انت ممكن تكسر الرونز عشان يبقى ضعيف شويه يعني احيانا كسرت الرونز بالغلط لول هو ده شلو هو ده شراود اه هو ضربني ولا ايه وانت حضرتك ضربتني هو ضربك بس ده بسهم شوف عامل فيك ايه خلي بالك بقى شوف تاني ما مش يلا ينزل تاني اه اهو مفيش طريقه اعمل بيها السكرول اسلحه بسرعه بدل الويل دي اه اكس آه واحنا بنحاربه لو جاب فيك سهم هيعمل فيك بليدنج ما الفكره بس ان انا لسه ما اتعلمتش الباترن بتاعه اهو شايف دارك سول ولا مش دارك سول ايوه 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 هو عارف كده كومبو ده اللي احنا داخلين له ده انت جربتش تلعب دارك سولز انت ها لا كنت عايز اجيبها بس لما دي لقيتها قلت خلاص يعني هجربها دي ليه العب بسيوف بقى ويطلع لعبت دارك سولز 1 زمان فاهم دارك سولز على فكره لذيذه جدا لذيذه لذيذه جاهز ليتس جو ليتس جو اوه يا مان اوه وات از ذس بخ هو بيضرب كلوس رينج ولا لونج رينج بس لونج رينج اي
ده هنا في ادز هنا. اي موت موت. اي عايزك تضربه عشان تضربه. اي انت مش لمعيش الاول بعد كده بضربه. نط نط. اوكي اوكي اهو. اوكي هو لسه ما ماتش. اي تقتله ولا اضربه انا؟ لا يا عم اقتله فهو اهو. ايه قتلته. اي نايس اكزيت. دي كده اول منطقه صح؟ اكزاكتلي. اغنيه ايه بتاعت الاساتوك؟ ايه الاساتوك دي؟ لا بالظبط هي الاغنيه كده. ايه الاساتوك ده؟ لا لا بقول لك ايه هو الاساتوك دي؟ هي الاغنيه كده. يا عم مش قصدي شعبي. لا مش بس ما صعش شيء شعبي. لا شعبي بس بتاع زمان بتاع خرا دلوقتي ده. بتاع ايه؟ شعبان عبد الرحيم؟ لا اللي هو قبل شعبان عبد الرحيم كمان يعني. يا لهوي انت اول ما تسمعه هتفتكر. اقول لك انا عارف اغاني مثلا بتاعت احمد عدويه. احمد عدويه زي صدق ايه الاغاني بتاعته عامله يا ابني؟ انا ما عارف مين احمد عدويه ده اساسا. اوف انت فايتك كتير قوي. احنا هنعمل ايه؟ احنا مش هنمش. لا وات. بص على خريطه. ام ام. هو في اكتر من بوس بقى هنا. هنروح نجيبهم في شويه دلوقتي. ليتس جو. نعم نضح مكبشو يا عاكش عاكشو طنش. فاكر الاغنيه دي يا عم؟ ما اعرفش اغني عربي. يركح بقى ده ارث يا ابني. راس تراث. ايه يا عم اعمل ايه بالتراث ده؟ ما كنتش بسمع غير ام كلثوم وعبد الحليم زمان وانا في المدرسه وخلاص على كده. طب كنت بذاكر بحب اسمع اغاني قديمه لكن غير كده بقيت ما بستلطفش. بمناسبه نينجا تيرتلز فاكر المساعده بتاع شريدر؟ هموت افتكر اسمها. يا يعني عاوز ارجع اسمع المسلسل ده تاني بس حاسه مش هيبقى زي مش حاسه هيبقى بالمتعه اللي كنا بنستمتعها واحنا صغيرين. لا شيء اكيد يعني انت بتتفرج على حاجات كرتونيه قديمه فشخ. اللي بيتكلم ده اللي كان بيسمع بوكمون وهو هنا؟ ها؟ كابتن ملعب بوكمون يا كابتن. كابتن ابوكم من ملعب. ماله بوكمون ده من التسعينات يابا. ماله زي الفل ده من التسعينات يا حبيبي. قشطة عليك قشطة. ايه ده انت تاخد بقى ده انت امك دعيالك تاخد بيستول. ار يو اول رايت؟ طب انت ولد ولا بنت؟ بنت يا عم. بنوته صغننه زي الفل بعسل. بتكح كحه واحد شرب شيشه. ما هو تقريبا شرب من بتاع الكوربشن اللي هنا. اوكي عطتني حاجه اسمها الهانتر كي. تعالى بقى. اوكي ليتس جو. اوه ليفل اب ليفل اب ليفل اب نولج. اي كاين لك ايه؟ ما جيتش قدامك انا جنبك. اما جت فيك ازاي؟ انت اللي بتاخد دماغك. حلو شكلك. يعني انا جيت احميك من البتاع ده اللي انت كنت هتدوس عليه اللاند ماين. لفله لفله. ده بيتضرب من ورا. اضرب بس. ايه كريستال افتح. هي مقفول. هانتر كي. يوينك. خدت سكيل جديده. اوعى شادو ووكر.
انمي اويرنس. انت ممكن تعمل تمشي ستيلس هنا. نوت باد. بص يا سيدي، هتاخد اقوى بيستول في اللعبه. اقوى بيستول في اللعبه انا بلعب بيه من هنا. في الحته دي. بس طبعا انت عامل له ابجريد وحطيت له مود ومظبطه. هانتنج بيستول، نحطه مكان الايه، نحطه مكان الاس ام جي ولا مكان الشوت جان؟ لا ما بيتحطش مكان الشوت جان، ده سكندري بابا. ماشي. انا رايي خليه الاس ام جي. اقول لك خليه الاس ام جي بيديني 7 دامج، البيستول بيديني 105. يب 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 ده يا ابني، حط ده بس كده. باك وريك ياي. ايه هي ده في كده طاح طلعت. ياب ده احنا كده مش هنخلص. ما انا عم بحاول اقول لك كده وانت تيك تيك عجبك قوي. تيك بس اظن هو ده مش بتاعه غبي لدرجه انك مش هتحتاج اكتر من طلقه. الفريويك سبوت عندي بيعمل 1000 وشويه. طبعا التشيك بوينت دي بتعمل ريستور للهيلس وللامو وكل حاجه صح؟ بس احنا هنعمل ليف دانجن عشان مش هنرجع ماشي لا مؤاخذه. عشان كل ما بتلمس التشيك بوينت الوحوش بتعمل ريسيت تاني. طب مش تقول ده زي دارك سول صح؟ زي دارك سول. ده اقوى بيستول في الجيم. يايك. عملت كام دامج في هيد شوت؟ يو انا ضربته في دراعه. عمل تعال كده جرب في ده. ادي له هيد شوت ده. مية وخمسة. مية وخمسة هيد شوت. لا دي كريتيكال. هو في هنا في كريتيكال؟ كريتيكال اعطاني 231. شكرا شكرا شكرا. كان لازمتها ايه يعني؟ مش شكرا. كنت تدوس يا ابني هيل بالاس ام جي. انت ليه عندك مرتين يا عم حوا وفري؟ يا عم حواش تحوش. انت المفروض تحوش القلوب دي ان بتعمل بيها ريفايف. عامل ريفايف مين ليك انت؟ ما انت تموت. الموت ممكن يا عم، احنا في المنطقه. دوينك جوجل يا ابني. خمسة هيد في الهيد شوت بتاعتك ادتني 5. بوز غراب. بوز غراب ده المفروض يديني بتاع ده دمج ازيد شوية بس بديفنس اقل طبعا. ديفنس اقل. ايه ده ماني بوس؟ لا هو كان في ميني بوس يعني. طب اهو خلاص هدي نفسك هدي نفسك. خلاص انت الكبير خلاص يا عم مال. دخلنا بوس جامد تحور. هو في بوس تاني في المابا دي؟ ما اعتقدش. ده اخر واحد. البوس الكبير ده ميني بوس اللي احنا اسمه شريدر. ده كان ميني بوس اللي احنا شراود. انا قلت له شريدر وما علينا. شراود انا في هو مش كان في ستريمر او شراود دنجن؟ مش كان في ستريمر او يوتيوبر اسمه شراود؟ نسيتو. شراود مش عارف. ايوه عارف. ازاي ما اعرفش هو ده محترف؟ مش ده كان برو جيمر؟ كان بيلعب سيزجو. سيزجو ليك. يويك. انا دخلنا على جزء جديد من الباب. هنا بقى في بيستول. في سنايبر فشيخ. اقوى سنايبر في اللعبة. بس السنايبر ده هيبقى حلو مع الكاركتر اللي هي بتاع اللونج رينج صح؟ لا عادي معيس في اي واحد.
الفكره في اللبس. اه انت يعني المختلف في الشخصيات الثلاثة دول اللبس اللي بياخدوه يعني؟ اللبس اللي بياخدوه فيه سكيل. اها سكيل اني واحد بيبتدي بايه الاول يعني. اتكلم مع الولاية. اتكلم معاها. لو حابب تفهم حاجة بتاع كده ممكن تسمع. Vessel of wisdom through which the root speaks. اوكي ده هنا في choices. انت مش هنا تفرق اساسا. في دي ده مش هتفرق معاك في اي حاجه مع البت دي بالذات. هو ده وريفر يعني. The founder. Now, gone beyond this world. An unwitting harbinger of. Could it be? Has the hour come? Yes. Clearer. The path is hidden. Knows the road you seek. Help we must, but not where ears can hear. They will come for us when bonds we break. Will you protect? Will you trust?